تجاعيد جبين الشيخ علي الطنطاوي نكتشف أنه في دلالة على المهارات العقلية والفكرية المعقدة. هدوء حركة جسده تظهر عمق اهتمامه الفكري ونشاطه الذهني المتقد، يهتم بالجودة الكاملة ويميل إلى التدقيق في التفاصيل، شخصية بصرية حسية، لذلك يعتمد على الأسلوب البصري في الفهم والاستيعاب، فصيح وبليغ إلا أنه يوجز في الكلام. لديه قدرة فائقة على تمييز المشاكل والأخطاء والعقبات، يخطئ ويميل للاعتراف بأخطائه ولكنه يعمل على تصحيحها، لذلك يتفاهم كثيرا مع أصحاب المشكلات.